وعليكم السلام. ان شاء الله هنبدا نتكلم على موضوع البيمو الاستدامه. تمام ان شاء الله. ايه فكره البيمو الاستدامه؟ فكره البيمو الاستدامه باختصار شديد جدا دلوقتي مثلا في قدم استدامه اللي هو الليد ده القياس النظام الامريكي تمام؟ في طبعا نظام بريطاني اللي هو الكريم في نظام قلنا يا ناوي لندن تمام؟ فكل حد ليه كل بلد لها سيستم معين. مصر مثلا شغاله في الهرم الاخضر، لبنان شغاله في نظام التقييم اللي هو الارز. طيب مثلا ابسط حاجه المبنى لو لف شويه، انا الافضل لو لف بزاويه 20 ولا زاويه 80 ولا زاويه 90، موضوع الزاويه ديت هتفرق كتير قوي. تمام، فهي دي الفكره. في البيم انا اقدر الف المبنى وابدا اعمل له محاكاه ويبدا يطلع لي انا الافضل للمبنى، ان هو لو فضل على نفس الزاويه او لو خد حاجه ثانيه، او مثلا النوافذ حطينا عليها حاجه مثلا تمنع دخول الشمس ليها وهكذا، بيبقى في محاكاه لكل حاجه. مثلا في مثلا حاجه متطلبه في قطر هنا، لو انا عندي بيزمنت بعمل حاجه اسمها سي اف دي، بدرس سرغان الهواء مثلا لو حصل حريق في عربيه الهواء هيهرب ازاي والاكسوست والحاجات دي. الموضوع ده كان بياخد شغل كتير جدا لما بنعمله بالاسلوب العادي. لما قلنا لا خلينا نعمله باسلوب البيم، يعني هاخد الموديل اصدره للسي اف دي، وفرنا 90% من الوقت. ليه؟ لان هو ما بقاش يبني حاجه خالص، بقى ياخد الموديل من البيم جاهز ويبدا يشتغل عليه. في برامج مثلا بتدرس الهواء، انتقال الهواء هيبقى عامل ازاي، جوده الهواء الداخلي. في ناس مثلا بتركز على موضوع ال تاثير اللون مثلا عامل ازاي، الضوضاء انتقالها من مكان لمكان. في حاجات كتيره جدا بتفرق قوي. تمام، خلينا نشوف مثلا التوفير في البيم والبام والبوم. البيم اللي هو اثناء التصميم، البام بيلدنج اسمبلي موديل اثناء التنفيذ، البوم بيلدنج اوبريشن اوبتمايزيشن موديل. فده التوفير، لو بتوفر هنا دولار هتوفر هنا 20 دولار، هتوفر هنا 60 دولار، لان هنا ممكن تقعد مثلا سنه تصمم وسنتين تنفذ، هنا ممكن تقعد 50 سنه تبني، فبتفرق كتير جدا طبعا. احنا لو جينا نتكلم بقى على جزء صغير من البيم اللي هو الجزء الخاص بيه، الدي اس اس اللي هي ديسيشن سبورت سيستم. احنا عايزين ناخد قرار، فعشان ناخد قرار محتاجين معلومات، محتاجين البيم يفيدنا في الموضوع دوت، يقول لي انا الافضل. تمام، فهتلاقي عندي حاجه اسمها ديسيشن سبورت سيستم، ده جزء من اداره المشاريع ومهم جدا ان انا اخد قرار. طب اخد قرار بناء عن ايه؟ يعني انا مثلا ممكن يكون عندي كذا سيستم اختار بينهم، فاختار ده ولا اختار ده؟ فالاختيار اللي بينهم ده لازم يكون عندي معلومات، المعلومات دي ممكن البيم يديها لي. ممكن المعلومة ممكن نكون مثلا ايه، هشتغل مثلا بقى نظام مثلا في ال في ال خلينا نتكلم مثلا على السستينابيلتي، على الاستدامه. احنا كنا حد سال سؤال عن الاستدامه، موضوع الاستدامه. انا دلوقتي ممكن اشتغل بالطاقه الشمسيه وممكن اشتغل بالكهرباء، اخد قرار اني تمام. انا مثلا في اغلب المشاريع لما بنعمل حسابات بنلاقي الكهرباء مكلفه اكتر فانتاج للطاقه الشمسيه. انا عندي في البيت لما عملت السيموليشن دي بالبرامج وبحياد تام، لقيت ان انا بالنسبه لي تكلفه الكهرباء ارخص من تكلفه الطاقه الشمسيه، لان انا قاعد في قلب المدينه، فتكلفه الكهرباء بالنسبه لي رخيصه، وكده كده اصلا الاجهزه موجوده. لو دخلت في موضوع الطاقه الشمسيه هتكلفني كتير، وهتحتاج حاجه تخزن الكهرباء عشان انت تحتاجها بالليل، ومحتاج جهاز تاني عشان تشغل السخان. فلقيت نفسي دخلت في قصص كتيره فاستقريت على موضوع الكهرباء. فاتخاذ القرار ده محتاج معلومات، محتاج ان انا اقارن بين ده واقارن بين ده. يعني ما فيهاش واحد يقول لي ايه، انا شغال في شركه وعايز اروح شركه ثانيه ومش عارف اختار بينهم. طب انت هنا مدينك كام وهنا عارضين عليك كام؟ لا ده لسه ما خدتش اوفر. طب هقارن بين ايه وايه وانت ما عندكش اوفر وانت ما عندكش معلومات؟ لا، خد المعلومه من هنا وخد المعلومه من هنا، وبعد كده قرر ان انت هتكمل في شركتك او هتروح الشركه الثانيه، بس بناء على معلومات. فالبيم هو اللي بيديني المعلومات. يعني لاحظت بيلدنج انفورميشن النص انفورميشن مانجمنت، فانت لازم يكون عندك المعلومات ديت عشان تقدر تاخد القرار، ما يبقاش بالحظ. في ناس ما عندهاش المعلومات، بيعتمد على الخبره في مشاريع ثانيه و
بيبقى فيه ريسك كبير. انما في البيم لا ببقى واخد المعلومات من مصدر موثوق منه تمام، فبتلاقي المعلومات اصلا بقت فيها نمذجه مش مجرد ارقام وخلاص، لا بقى في مؤشرات كده ان في حاجه بتطلع، في مؤشرات بالشكل دوت. ده فعلا بيبقى شغل التقارير اللي بتطلع لنا ان الحاجه دي مثلا بالجوده الفلانيه، لا ده انا عندي مشكله في الحاجه الفلانيه اوتوماتيك. يعني فعلا ممكن يقول لك انا انت عندك مشكله في المكان الفلاني، في مشكله في الاستراكشر، في عمود مثلا تحمل عليه اكتر من لازم، فيديك لون ان فيها مشكله، فتبدا تتجه ان انت تحل المشكله دي. فانا محتاج ان انا ادخل المعلومات اللي انا محتاجها ودخل كل المعلومات اللي متوفره عندي تمام. طبعا بشغل مع سبلاير ببدا اخد منهم المعلومات، ممكن يكون في جزء اصلا مبني فباخد ال 3 دي ليزر سكان حوالي بوينت كلاود وبعد كده ادخله في البيم، ممكن من خلال مش 3 دي ممكن بالفوتو ابدا احولها وبرضه احولها للبيم. لما يبقى عندي موديل بيم اقدر اخد قرارات سليمه، اقدر اتحكم في المبنى سواء اثناء البناء وسواء بعد ما خلصت المبنى، المبنى نفسه اقدر اديره. فخلاص اقدر دلوقتي اخد القرارات وانا واثق فيها لانه واخد معلومات سليمه. برضو مثلا لو انا عايز اخد قرار المبنى ده اخليه 10 ادوار ولا 5 ادوار وان الاحسن، اقدر اعمل مقارنه باكثر من اسلوب واكثر من الناحيه الانشائيه، من الناحيه المناخيه، من ناحيه الحراره، من ناحيه الاضاءه، كل الحاجات دي ابدا اقارن بينهم وابدا اخد القرار بناء على المعلومات تمام. وممكن اعمل ذكاء صناعي هو ياخد القرار، يعني ابدا اديله معلومات. الذكاء الصناعي معناه ايه؟ هنتكلم عنها بعد شويه، ان هو بيبدا يفكر في المعلومه ويستفاد من المعلومه من كل حاجه انا باخدها، يعني ببدا برمج على بعض الحاجات وبعد كده اخليه هو ياخد القرارات في الحاجه بعد كده. يعني على سبيل المثال الحاجات دي برضو هنتكلم فيها بتفصيل اكتر. ممكن يكون عندك مثلا تصميم برج معين مثلا، طب لو خليته دائري، لو خليته مربع، لو خليته الشكل اللي فوق، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تديله التصميم الاولاني وتقول له اشتغل باراماتيك وابدا شوف اعمل كذا شكل وابدا قارن بينهم وبعد كده خد كل واحد فيهم، يعني طلع لك 100 شكل، مره مثلا 50 دور، مره 40 دور، مره المسافه بين الدور والدور 3 متر، مره اكبره ومره اخليه ضيق من فوق وكده، وابدا ادخله على برامج الاستدامه واعمل مقارنه وجيب لي احسن واحد فيهم. الكلام ده كله ممكن ما ياخدش 10 ثواني، بس قدر يعمل حاجات لو انا عملتها بالاسلوب العادي ممكن تاخد مني ايام. يعني على سبيل المثال في الامارات كانوا لما جم يعملوا برج العرب، برج العرب مبني من زمان يعني، فهم خايفين يتعمل وبعد كده الامواج تكسره لان هو محطوط في جزيره، فاضطروا ان هم يصرفوا تقريبا مليون درهم ان هم يعملوا تونل معين ويعملوا الحاجات دي كلها. كانت تكلفه كبيره جدا عشان ما يبنوش حاجه وتتهد، يعني مش غلط ان هم عملوها. بس بعد كده لما ظهر البيم ممكن نعمل الحاجات دي في برامج متخصصه وتبدا تقول لي الافضل حاجه، او هل انا محتاج ان انا اعمل نظام يقلل الامواج اللي ممكن تكسر الازاز اللي موجوده في المبنى ولا لا تمام. ففي ده اسلوب اهوت ان انا ببدا اجمع المعلومات كلها في قلب الموديل بحيث يبقى يقدر ياخد القرار، يقدر يطلع لي الترناتيف ويقدر يقارن. على سبيل المثال مثلا في كذا نوع من انواع الازاز، انا اقدر احط مثلا الازاز ده في مره مرات في قلب الموديل واعمل مقارنه وبعد كده اعمل احط نوع ازاز تاني دبل مثلا وابدا اشوف النتيجه ايه من ناحيه الحراره، من ناحيه الضوء، من ناحيه الراحه النفسيه، من ناحيه التكييف، الحاجات دي كلها، وابدا اشوف افضل حاجه ايه. يعني ممكن تركب ازاز ويكون قوي قد الحيطه ما بينقلش مثلا الحراره او هكذا، فتبدا تشوف المقارنات وتقول النتيجه بناء على حاجه علميه مش بناء على تخمينات تمام. طيب انا بنيجي على موضوع البيم واللين والست سيجما دلوقتي ماشي. طيب فانا عندي لازم يكون عندي كميه معلومات تبدا تتحلل، ممكن ادرب البرنامج ان هو ياخد القرار. على سبيل المثال عندي سياره مثلا، الفكره بقى في موضوع الماشين ليرنينج او ان انا برمج الكمبيوتر اخليه هو نفسه ياخد القرار مش مستني ان انا ادي له القرار تمام. انا هسوق وهو اوتوماتيك يبدا يراقبني ويبدا يشوف انا مثلا ماشي بين الخطين فيبدا يستفاد من المعلومه دي. بعد شويه انا بدات اخد مثلا زاويه معينه قبل ما اخد زاويه قبل ما ادخل يمين او ادخل شمال او استنى الضوء الاحمر. الكمبيوتر دلوقتي اصبح عنده ذكاء صناعي يقدر يفهم كل مره بصمم يطور نفسه بنفسه ويبدا ياخد التصميمات
الافضل ليا. تمام، يعني اصبح في جزء من انواع الذكاء الصناعي في قلب البرامج ويقدر اوتوماتيك هو يختار الافضل للتصميم دوت. فالاي اي ارتفيشال انتليجنت اصبح جزء اساسي من التصميم بتاعنا، ما بقاش خيال علمي، لا ده اصبح موجود في قلب البرامج بتاعتنا. يعني تخيل مثلا الانسان مثلا كل مره بيصمم، ما اعرفش تخصصات ايه، بس هو مثلا خلاص هو بيتبع طريقه معينه في التصميم او كود معين، بيحط مثلا باب في المكان الفلاني، فخلاص هو الذكاء الصناعي اوتوماتيك اول ما يفتح الموديل هيبدا يحط الحاجه دي في المكان الفلاني. يعني الفاير هادرت مثلا هيحطها جنب الباب الرئيسي، هو اوتوماتيك خلاص بقى عارف المكان ده هتحط فيه. تمام، فاصبح عندي قدره كبيره جدا على توفير الوقت، ان انا الحاجات الاساسيه اللي كنت ممكن واحد تنساها لا بقى خلاص بقى عارف تتعامل ازاي، اول ما يلاقي الحاجه دي يبدا يحط الحاجه دي. دي اصبح دلوقتي موجوده في قلب البيم. في اللي كانت بيبقى صعب لان هو مش فاهم حاجه، هو شايف خطوط واقواس ومش فاهم ده باب ولا حيطه ولا شباك، ده في اساليب الكاد. انما مع اساليب البيم بيبقى عارف ان مثلا ان ده مثلا سبرينكلر او ده عمود انشائي، ممكن اقول له مثلا العمود الانشائي على طول انا عايز احط مثلا جنبيه طفايه حريق، او عايز احط جنبيه مثلا جهاز تكييف معين. تمام، هو يبدا يرص الحاجات ديت. اصبح في جزء كبير جدا من الذكاء الصناعي يساعدني على اتخاذ القرار، يعني هو يبدا يقول لي لا الاحسن نظام كذا. يعني بعد فتره، تمام، ودي من الحاجات اللي الواحد بيخاف منها، بعد فتره هو يتولى جزء كبير من التصميم. يعني تقول له مثلا انا عايز تبدا انت بس الحاجات الرئيسيه، وهو اوتوماتيك يحط السلالم، هو اوتوماتيك يقول لك في سلم ناقص في المكان الفلاني، وهو اوتوماتيك يحط مثلا الاعمده. يعني ده حقيقي، مش خيال، ده حاجه يعني. كانت في شركه اسمها ماجيك كات دي فنلنديه، كنت اشتغلت معاهم في حاجه يعني في سنه 2008 وعملت مشروع معاهم يعني في المستشفى وكده. ف ممكن تقول له مثلا ايه الغرفه دي انا عايز اوزعها فاير او تكييف او كهرباء بالكود الفلاني لان في بي ايه مثلا في الحريق، فيروح موزعها لك، هو اوتوماتيك يوزع، تدي له حاجه معموله جاهزه وتقول له اتاكد لي انها مطابقه للكود، فيقول لك لا في مشكله في الكود مثلا، سواء مثلا انت ممكن تبرمج بقى الكود المصري، الكود الاردني، الكود الامريكي موجود، وهيقدر يفهم لانه هو فاهم فكره البيم، فاهم ان ده عمود، فاهم ان ده حيطه، ان ده باب، فاهم مثلا ان لما يكون مكان متسع لازم المخرج الباب يكون لبره، فلو حتى انت حطيته غلط هو اوتوماتيك يظبطه له. بداوا يقطعوا شطات كبيره جدا، واحنا محتاجين ان شاء الله نسبقهم باذن الله. تمام، فبيبقى عندي ان انا اكون منظم، ان انا الهدف بتاعي ايه، عارف مثلا ان انا عندي حاجه في التصميم ده نوع من اتخاذ القرار، هو اوتوماتيك هيبدا يفهم الحاجات ديت واوتوماتيك هياخد القرار معايا. تمام، انا عندي مثلا مشكله معينه، طب المشكله دي ممكن نحلها تكنيكال ولا نحلها مثلا ايكونوميك ولا نحلها انفايرمنت، طيب وممكن نشوف مثلا البدائل اللي موجوده، يعني مثلا انت عايز توفر مثلا في التكلفه، طب ممكن نزود ايه، ممكن نغير ايه، طب ايه البدائل اللي موجوده، فيبدا يقارن ويبدا يشوف لك افضل حاجه. هنا مثلا بنتكلم على اللو كربون بيلدينج، عايزين نقلل كميه الكربون اللي موجوده في المبنى، فيبدا يشوف لك البدائل، طب في بديل قوي جدا بس مكلف، في بديل تاني مش مكلف، وهكذا، فبيبدا يقارن لك ده كله من غير تدخل منك، يعني مش بتقعد تعمل انت الحسابات، هو اوتوماتيك بيعمل لك الحسابات وبيقول لك افضل اتجاه ايه. تمام، فانت بيبقى عندك مراحل معينه ان انت بتقعد تدخل المعلومات كلها، لو انت اديته معلومات ناقصه القرار اللي هياخده هيكون مش قوي. وخلي بالك ان كل مشروع بتعمله هو بيستفاد من كل المشاريع السابقه، يعني انت عملت مشروع ودخلت على مشروع تاني، الافكار اللي كانت في المشروع الاولاني خدها واشتغل بيها. تمام، فاصبح اداره المشروع بالبيم هو فعلا هو اللي بياخد القرار، هو بيساعدك في اتخاذ القرار، يعني هو مش هيبعت العمال على طول، هو يقول لك والله انا عندي ده هيوفر لك 60 وده هيوفر لك 50 وده هيوفر لك 40، انت تاخد انهي قرار فيهم؟ فانت ممكن تاخد واحد اللي هو اللي في النص مثلا، مفيش مشكله، انت شايف ان ده الانسب، بس هو بيبدا يديك قرارات معينه، يقول لك مثلا الماتيريال دي كويسه، الماتيريال دي هتوفر لك، الماتيريال دي مش هتعيش، يبدا يقارن بينهم ويبدا يقول لك ايه الافضل. مثلا من خلال الذكاء الصناعي ممكن الجوريزم معينه
ادي له معلومات معينه وهو يبدا يقسم لي المدينه. اقول له مثلا عايز المسافات بين المجاوره والمجاوره مثلا كذا، فببدا ادي له الفكره وهو اوتوماتيك بيبدا يعمل لي المسارات ويبدا يعمل لي الشوارع ويبدا يجيب لي في الاخر التصميم كامل، سواء احنا بنتكلم عن تصميم مدينه بنتكلم على تصميم كذا، فبيساعدني في ان انا اخد القرار. طبعا هو يعمل لي كذا تصميم ويقول لي افضل واحد فيهم كذا من ناحيه التكلفه، افضل واحد فيهم من ناحيه تصميم كذا، افضل واحد فيهم من ناحيه البيئه كذا، وانت تختار. ده مثلا تصميم الكمبيوتر هو اللي عمله، وده تصميم اخر وده تصميم اخر، فانت تبدا تختار انهي الافضل. تمام، فهو بيبدا يديك تصاميم ويبدا يديك مثلا هنا بدا يوزع الغرف وبدا يحط الابواب وبدا يحط الطرق بينهم وهكذا. تمام، فدي مثلا برامتك ديزاين، هو اوتوماتيك بيعدل الحاجه هنا، يعدل الرقم الشكل كله اتغير. تمام، تمام. فبقى عندي حاجه اسمها جنريتيف ديزاين، ان انا اوتوماتيك بديله متغيرات وبديله معلومات، هو بيبدا ياخد القرار او بيبدا يعمل لي التصميم اللي انا عايزه، ويبدا يعمل لي مقارنه ويبدا يشوف لي افضل تصميم فيهم ايه. يعني انا مثلا عندي تصميم معين ولسه بفكر فيه، او مثلا تصميم انشائي تصميم معماري، ممكن ابرمجه ان انا اي حاجه اديها لك حاول تعملها مره بالستيل مره بالبوستنشن مره تعملها كذا، واديني المقارنات ويقول لي ايه الافضل بنسبه قد ايه وانا هختار. يعني برضو الانسان هو اللي مسيطر. تمام، طيب دي مثلا بعض الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم فيها الكمبيوتر او البيم، ان هو يديني المعلومات وانا كمتخذ قرار انا اللي هاخد. مثلا الدي لايت، هو يبدا يشوف الدي لايت ويبدا يقول لي مثلا فتحات الشبابيك ممكن تزيد قد ايه، التوزيع قد ايه، الهواء هيمشي ازاي، الحاجات دي كلها يبدا يوريها لي وانا ابدا اخد قرار واشوف انهي الافضل. ده مثلا على سبيل المثال حاجه كده في برنامج اسمه جراس هوبر، ده من البرامج القويه. مجرد ان انا بعدل بارامتر معين هو اوتوماتيك المبنى بيكبر بيصغر بيعلى بيزود الكولوم وهكذا. تمام، فسهل جدا ان انا بعد ما عملت المبنى ابدا اشوف مره كده ومره كده ومره كده ويقول لي اني واحده فيهم اللي اكثر سيفتي، واخد القرار بان انا اشتغل على الواحده فيهم. ده مثلا ده برج، البرج ده في الكويت، لو حد قاعد في الكويت ده بنك الكويت. تمام، ده راح لنورمان فوستر فقال له احنا عايزين نعمل بنك ويبقى عليه اسمه كده، فهو صمم واحد فيهم، مبنى واحد فيهم، برج واحد فيهم، وراح مدخله على الكمبيوتر، فالكمبيوتر بدا يعمل اشكال كتيره زي ما انت شايف. ده 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 هو اللي يعني مش نورمان فوستر بيقعد يقول له اعمل مره كذا مره كذا، لا هو في برمجه بحيث ان كل مره بيغير، طب مره يحط من النص، مره يحط كذا، مره يحط كذا. لما بيخلص المبنى ده اللي جاي بيبقى بيستفاد من المعلومات ويبدا يختار. فبعد ما عمل كده نورمان فوستر راح طبع الحاجات دي كلها برينتر 3 دي وحطها في غرفه، حطهم كلهم والناس جت، فبدات تشوف 100 مبنى، ده الراجل ده شكله اشتغل 1000 ساعه عشان يعمل حاجه زي كده، وراح ايه اختاروا بقى المبنى الانسب ليه. تمام، فالبرينتر 3 دي يعني اصبحت قويه جدا في المجال بتاعنا. يعني هم حتى لما جم يبنوا على القمر قال لك احنا كل شويه هناخد ماتيريال ونوديها هناك، احنا هنبني بالماتيريال اللي موجوده في المريخ، هم كانوا بيفكروا في المريخ. طب احنا محتاجين العمال نوديهم، لا برينتر 3 دي طبعا ثلاثيه الابعاد هتطلع نديها التربه بتاعت المريخ وهي تبني بقى براحتها زي ما هي عايزه. يعني ممكن نطلع مكانتين ثلاثه ونسيبهم 10 سنين يبنوا لنا مثلا ايه 1000 فيلا ولا حاجه. تمام، طيب ده البرج هو بعد ما اتبنى، ده الشكل اللي هو استقر عليهم واشتغل، وده هو ده اسمه نورمان فوستر. تمام، فاصبح الموضوع قوي جدا، تقدر تستخدم برمجه، تقدر تستخدمه في اتخاذ القرار. حتى لو اتكلمنا بعيد عن البرمجه، انت ممكن تخلي مثلا الموديلنج يبدا يعمل لك ايه مبنيين ثلاثه وانت تبدا تختار بعد ما تعمل ايه محاكاه، او تبدا تعمل تشوف انهي تصميم فيهم شكله احسن، او تروح للمالك وتبدا توريه. او ده بيعمل سيموليشن باكثر من حاجه، مثلا مره للرياح، مره للسي اف دي، مره للضوء، كل الحاجات دي ده كلها سيموليشن عشان نقدر نشوف افضل قرار. طيب بالنسبه مثلا للجنريتيف ديزاين، انهي واحد فيهم الافضل، فيبدا يعمل لك مقارنه ويشوف لك انهي الافضل فيه. اوبتمايزيشن برضو بيبدا
يقارن لك من اكتر من حاجه ويبدا يشوف لك ويبدا يدي كل واحد النقاط ويبدا يختار لك الحاجه الافضل. ثاني واحده. طيب دي بالنسبه كده ايه نظره عامه على موضوع البيم واداره المشاريع. في حاجه اسمها الليم، كان المهندس احمد زامس عليه. الليم هو اسلوب من اساليب الاداره عامل زي الاجايل، بس هو يعني اللين اكتر اقرب لشغل المقاولات، بيحاول يوفر التكلفه. وست سيجما برضو نفس الفكره تقريبا، يعني اللين بيحاول يوفر التكلفه، بيبدا يشوف الهدر او بيسموه اللوسز في الوقت في التكلفه في الحاجات دي كلها، ويبدا يحاول يتخلص منها. طب انا عشان ادرس موضوع اللين دوت او ادرس الهدر لازم يكون عندي معلومات. المعلومات بجيبها منين؟ حاضر، ما فيش مشكله، حاضر ابعث لكم السلايد. ابعت لي اللي عايز اي حاجه يبعت لي، وانا ان شاء الله هحاول اوفر لكم ان شاء الله بكره باذن الله. تمام. على سبيل المثال هقول لك على حاجه، مشروع حقيقي قدروا يوفروا كتير منه من خلال موضوع دراسه اللين دوت. كان في برج والعمال كل شويه مثلا شغاله فوق، وبعد كده يجي البريك فالعمال كلها تنزل، فاسانسير واحد لان هو لسه بيتبني اصلا المبنى، فممكن يقعدوا مثلا نص ساعه على ما ينزل، ونص وطبعا البريك بتاعه مثلا ساعه ويطلع في نص ساعه، ففي عندي ساعه هدر، نص ساعه قبل البريك ونص ساعه بعد البريك. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اعمل لهم اكل على حسابهم وابعته لهم اوفر مثلا. الحل ان يبعتوا اوردر ويجي لهم لفوق، او الحل ان انا اوفر لهم مطعم فوق. يعني في حلول كتيره، بس المهم ان انا اكون عندي المعلومه فين الهدر وابدا افكر في حلول ليها. فالبيم بيوفر لي معلومات في الموضوع فين الهدر. بنتكلم بقى على موضوع ايه؟ دراسه المبنى، دراسه المنشاه، دراسه الحاجات دي كلها. تمام. دي فكره من موضوع البيم، ان هو بيديني المعلومات. يعني مثلا في اللين محتاج معلومه فين الهدر، انا عايز اعرف فين الهدر، يبدا يقول له مثلا والله ده في المكان الفلاني مبني فيه غرفه ملهاش لازمه على سبيل المثال. بس ده ما كانش في اللين، ده كان في فاليو انجينير، كان في مبنى موجود المستشفى، وكان المستشفى دي في مبنى مخصص لتكفين الموتى والغسل والصلاه عليهم، بينما في جنبهم مسجد ممكن يعمل الموضوع دوت، وكان بيهم كنيسه ممكن تعمل الموضوع دوت. فقال لك لا خلاص الغي الغرفه دي تماما، تبدا تدرس الموضوع. محتاج عشان تدرس الموضوع ده المعلومات، المعلومات بتكون اسهل في البيم، بدل ما يكون عندي في الكاد المعلومات داخله في بعض وكده ومش قادر اوصل لمعلومه محدده، لا البيم بيسهل لي المعلومه دي. طيب انا خلصت، لو حد عنده اي اسئله معاكم ان شاء الله. تمام. ولو حد بعد اذنك ممكن سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك احنا متفقين ان البيم افضل من الكاد ومن كل حاجه، بس انا لما جيت اطبق الموضوع ده خصوصا اني انا شغلي محتاج موافقات من البلديات، انا وصلت لمرحله ما قدرتش اقدم بعديها بشغل الريفرت او كحاجه يعني من البيم الريفت ان انا اقدر اقدم الشغل بتاعي للبلديه، فرجعت تاني في مرحله من المراحل حولته الكاد وما قدرتش اكمل، فخلاص كده ستوب. فيعني احنا متفقين ان هو ليه فوائد، بس ازاي يعني هنستفيد منها؟ جميل. في الشغل بتاعنا العادي. طيب هقول لك حاجه، هل حضرتك في حد شغال معاكي في قلب المشروع دوت عنده خبره في البيم؟ تمام. هي هو انا انا كالكتريكال ما كانش في حد، بس كان في قبلي المشروع اتعمل المعماري بتاعه اتعمل بالريفت، بس انا بحس ان انا اكمل بعد كده لا ما قدرتش، انا وصلت المرحله وما قدرتش اكمل بعدها. ما هي الفكره كلها، انا ساعات انا اول ما بدانا اول يوم لنا في البيم واجهتنا مشاكل كتيره. تمام. ليه مش فاهمين دلوقتي المشاكل دي بقت بالنسبه لنا اتنقلت لجزء في التفكير اللي هو ايه يعني الطبيعي، اذا عملنا زي ايه واحد بيسوق عربيه في اول يوم محتاج تركيز ومحتاج يفكر، بعد كده بيبقى الموضوع عادي. فهي الفكره كلها في اول فتره الواحد بيشتغل بيم محتاج يكون معاه حد سبورت. تمام. حد يكون قوي في الموضوع ده، زي لما حد مثلا شغال في اداره المشاريع مش قادر يطبق الحاجه اللي درسها نظري اللي يحولها لحاجه عملي، فمحتاج حد يبقى سبورت ليه، محتاج ان هو يشتغل في شركه كبيره مثلا، محتاج. فلو اي حد عنده اسئله وفي مشكله في التطبيق مفيش اي مشكله يكلمنا او يكلم اي حد ونبدا نشوف حلول ليها. اتعرضنا لمشاكل كتيره، وفي اول يعني حتى الان كل مشروع بنشتغل بيه بيطلع مشكله جديده بنبدا نفكر فيها وبنشوف حل افضل.
وحتى لو المشكله حلناها قبل كده بنبدا نشوف طب الحل اللي احنا حليناه ده في حل افضل ولا لا. تمام؟ يعني مثلا من ضمن المشاكل الناس فاكره البيم هو الريفت، فلو الريفت ما بيعملش الموضوع دوت يبقى الحاجه دي ما بتتعملش. لا، في برامج تانية كتير جدا، يعني حضرتك مهندس الكهرباء في برنامج قوي جدا اسمه ماجيكاد بيسطب جوه الريفت، مش بقول لنا الريفت ونشغل ماجيكاد، لا هو بيشغل جوه الريفت بيحل لي مشاكل كتيره جدا الريفت ما بيحلهاش. فالفكره كلها ان انا بتجه لنظام البيم مش بتجه لشركه اوتوديسك ولا بتجه لشركه الريفت. لا، انا مش مقيد بحاجه، انا ببدا اشوف ايه الحاجه اللي هتفيدني، لو الاوتوديسك هتفيدني اشتغل بيها، لو الريفت هيفيدني اشتغل بيها، لو مش هيفيدني وفي برنامج تاني افضل هتجه ليه. تمام؟ طيب في اي حد عنده سؤال تاني؟ لو في اي حد عنده اي سؤال؟ طيب هو لو احنا شغالين بيم مظبوط هنقدر نستفاد استفادة كتيرة جدا، مش مجرد ان احنا عملنا حاجة 3D وخلاص. تمام؟ يعني ممكن تخش تدخله مثلا في موضوع سيفتي، في ناس بتدخله في موضوع ادارة المشاريع، في ناس بتدخله في موضوع الفاليو انجينير، في ناس بتدخله في موضوع الموقع، في ناس بتدخله في موضوع ان انا بحط الكفولدر او الحاجات الخشبيه، الشدات الخشبيه اللي بتتعمل تمبوري او بتتعمل مؤقت عشان نعمل حاجه، حد عامل رساله فيها ازاي نعمل سكافولدر يساعد وبعد كده هشيل اللي هو التمبوري ده، في حد عامل فيها رساله. تمام؟ ازاي نوفر وقت، ازاي نعمل حاجه ونعمل سيموليشن لموضوع الزلازل، نعمل حاجه كويسه. حاليا انا مثلا بدرس موضوع ازاي نستخدم موضوع البيم دوت ان احنا نقلل انتقال الفيروس، مثلا ان احنا بنسيطر يعني في المشكله في اجهزه التكييف المركزي ممكن تاخد الفيروس، مش بتكلم على الكورونا، بتكلم عموما يعني من مكان لمكان، فلا محتاج يكون في فلتر معين يمنع دخول الفيروسات او حراره او كده. اه اتفضل، انا اي حد عنده سؤال اتفضل. تمام، انا بس عايز كنت عاوز بس حاجة دلوقتي الهيستوري بتاع التغييرات، يعني دلوقتي ساعات بيحصل تغيير من المالك في مرحله التصميم في الاول او في الكونسبت، بعد كده بيظهر تغيير تاني اثناء مراحل البيم المختلفه، فبنيجي في الاخر بيحصل تضارب في المعلومات، المعلومه دي جت منين او المعلومه دي اتغيرت ليه، فبيترتب عليها المشكله ان كل تعديل بيحصل بيترتب عليه تعديل مثلا في السيستمز المساعده زي الاتش باك زي البلامينج زي الانشائي، فيجي مثلا تعديل في الاساس بسيط تبص تلاقيه ترتب عليه حاجات كتيره قوي، يبتدي الهيستوري بتاع المعلومه نفسه بيضيع، الهيستوري مين اللي غير، ايه سبب التغيير، ما بيبقاش حد عارف. هل في البن اي برنامج يسجل الهيستوري او زي دوكيومنتيشن كده موجوده ان التعديل رقم واحد مثلا او الكونسبت رقم واحد غير بقى الكونسبت 2 وبالتالي الناس كلها اتغيرت على اساسه، ولا ده هيبقى صعب؟ انا بشتغل بن ولكن المشكله ان انا عندي دايما بتيجي في مراحل التنفيذ، طب ايه اللي نعمل كده في الاذر سيستم عشان خاطر تعديل. بنرجع بقى تاني للفكر الشخصي اللي يفتكر بقى والله التغيير ده حصل نتيجه ان الملك طلب كذا او نتيجه ان المعماري طلب كذا او نتيجه الانشائي طلب كذا، بنقعد كل شويه نرجع لورا وممكن ما نعرفش ايه السبب في التعديل اساسا. طيب انت بتتكلم على موضوع بعد اذن حضرتك باشمهندس عمر. انا كان ليا تعقيب بس على سؤال باشمهندس. يعني احنا عندنا مبدئيا جوه الريفت في هيستوري بسيط ممكن نعرفه للالمنتس، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ممكن عن طريق حاجه زي ما حضرتك قلت باب سيريز اكس تي، وخصوصا باب سيريز اكس تي ديزاين، نقدر ان احنا نعمل كنترول ورك شيرنج، ان ممكن كل سيبلن يبدا ان هو يبلش الباكج بتاعته، يقدر ان هو يقول الديتيلز اللي في الباكج بتاعته دي، او لو في تعديل ما بينها وما بين الباكج اللي قبلها يبدا ان هو يضيف كومنتس فتوضح الباكج دي اتعملت على اساس ايه. وكمان نقدر ان احنا بكل بساطه نعمل تراكنج للتشنجز اللي حصلت ما بين كل باكج والتانيه، الكلام دوت في 2D وفي 3D، فبقى بيسهل لكل سيبلن ان هو يفهم
ان مثلا المعماري اتغير هنا, السبيس ده مساحته اتغيرت, في وول هنا اتغيرت, في السينج هايت اتغير, فيبقى عارف الموضوع ده ويقدر ان هو يشوف في الديتد موديل, يشوف الامباكت بتاع الحاجه اللي حصلت ديت على السيستم بتاعه كمان, ويقدر ان هو ياخد ديسيجن بشكل اسهل واسرع ان هو يشوف هيعدل الديزاين بتاعه ازاي عشان يكون ماشي مع الديزاين بتاع المعماري اللي اتغير او ايا كان السيستم التاني. طيب في سؤال بيقول ايه, نعرض حاجات على المشروع بتاع علي مع البرنامج الزمني. طيب انا عرضت فيديو اهو, ده مشروع انا كنت شغال فيه اسمه تراك كنترول سنتر, او ده الحفر اهو والتاريخ بتاع كل حاجه بتتعمل من يوم ايه ليوم ايه وهكذا, هنبدا نتفرج عليه كده هتلاقيه لذيذ. طيب انا ما نفسي اتفرج عليه في تاثير البرنامج على دراسه المشروع. طيب احنا بندرس ايه في المشروع؟ بندرس فكره المشروع نفسه, وبندرس المراحل بتاعه المشروع والوقت, وبندرس الحاجات كلها. فالحاجات دي كلها انا كنت شغال في قسم البلانينج في شركه الخياط او كيس تي او يوسبي. فكنا احنا بنعمل دراسه المشروع وكنا بنقدم العروض بتاعتنا, فكان بندرس كل حاجه بدل ما كنا بندرسها بالكاد, كنا بندرسها من خلال البيم وكنا بنربطها بالبرمجيرا, وكنا الحمد لله خدنا مشاريع كتير في المشروع ده. كل حاجه بتدرس بدل ما كنا بندرس بالكاد بتديني معلومات اسرع وبتديني معلومات موثوق فيها. دي الفكره كلها. تمام, ده مثلا مشروع كنا احنا مقدمين عليه, فكنا عاملينه بالشكل ده. زي ما انت شايف الحاجه اوضح. الموضوع الكرين كان في مشروع قبل كده كنا هنحط مثلا 10 كرين, وبعد كده قعدنا نشوف لحد ما وصلنا ان احنا نحط 2 كرين بشكل ان هم يكونوا متحركين وحاجات زي كده, وقعدنا ننظم ما بينهم وتتقصى يعني. فالدراسه المشروع اولا من ناحيه الماليه, بيقدر يقول لي مثلا تكلفه المشروع هتبقى قد ايه بعد ما بعمل موديل بشكل منتهي, فيبقى يقول لي التكلفه هتتكلف قد ايه. من ناحيه الخطوات ايه المفروض يتم الاول, من ناحيه الوقت, من ناحيه كل حاجه. ففعلا في قسم البلاننج عملنا طفره كبيره بسبب ان احنا طبقنا البلان. ان شاء الله حاول اسيب لكم رساله كده بتكون مخصصه البلاننج مع البيم, كان ايه اللي ممكن يفيد. يعني الفكره كلها ان هو بيوفر المعلومات في المرحله البدائيه اصلا, يعني لسه ممكن نخش المشروع اصلا معانا, يعني لسه بنفكر فيه او بنخطط فيه, فهو بيبدا يديني المعلومات. هنا مثلا بيبدا يحط لي مثلا من يوم كذا ليوم كذا هيبدا يحط مثلا الدهانات او الفساد او الواجهه الخارجيه للمبنى. الفساد والقوات ده من ضمن الحاجات برضو, ان الشكل الخارجي اللي انتم شايفينه دوت ده كان اتقل من المبنى كله, يعني المبنى كله الشكل الحته دي بالصوره دي كانت اتقل من المبنى كله. تمام, فكنا عاملينها في ملف ريفت لوحده وبنسحبه لما نحتاجه. في حد عنده سؤال؟ جزاكم الله خير. انا باشمهندس عمر, انا كنت عايز اسال ايه اللي بينظم شغل البيم سواء في مصر او بره مصر؟ هل في كود, هل في برينسيبلز اساسيه بتتحط بتنظم الموضوع ده؟ طيب بص يا سيدي الفضل, ولا كل حاجه سواء اونر او مقاول او كده شغال لوحده؟ جميل, اتفضل. بص يا سيدي الفضل, في دول بتعمل اجباري, يعني في دول عامله اجباري زي سنغافوره, زي بريطانيا, زي استراليا, زي كوريا الجنوبيه. في دول عامله البيم اجباري زي دبي. في دول ثانيه بتقول لك لا, المشاريع الحكوميه اجباري. المشاريع الثانيه احنا بنوعي الناس ان هي لازم الافضل انها تعمل بالبيم. عملوا بالبيم ما عملوش بالبيم دي 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 حاجه ترجع له هو. في مصر مثلا في كود, بس الكود مش اجباري. يعني كلمه كود اصلا لما قعدنا ندور عليها في المراجع مش معناها اجباري, معناها ان دي حاجه قويه جدا, بس تطلع باجباري لما يطلع ورقه تقول لك لازم تطبق او مش هنستلم منك المبنى غير لما يكون المبنى ده معمول بالبيم. في امريكا ما فيش حاجه اسمها اجباري, يعني فكره امريكا اجباري دي حاجه شبه مستحيله غير في الاسبوع اللي فات. فلما بدا يفكر في موضوع البيم قال لك لو انت عايز تشتغل مع الحكومه لازم تشتغل بيم, لو انت عايز تاخد المشروع ده لازم تشتغل بيم. الراجل مالك نفسه بيقول لك ايه, مثلا هوليود بيقول لك ايه, اللي عايز يبني لي المبنى دوت انا محتاجه يكون معمول بيم, لان انا محتاجه الموديل دوت في الاستدامه ومحتاجاه في الفاسيلتي مانجمنت. تمام, ففي دول اجباري وفي دول ما ينفعش معاها كلمه اجباري, وفي دول ما ينفعش معاها اختياري. يعني بالنسبه للدول العربيه لازم اجباري, بالنسبه للدول في دول ثانيه لا ما ينفعش معاها كلمه اجباري. في مصر
في مشاريع كانت اجباري، يعني مصر ما فيش خيار من الحكومه، بس في مشاريع معينه بيقول لك لو انت تشغل فيها لازم تكون اجباري بيم، زي مشروع المتحف المصري اللي كنت شغال فيها اوراسكوم، زي مشروع المول المصري كان بيم، زي مشروع العالمين، زي العاصمه الاداريه الجديده، اغلب الحاجات فيها اجباري انها تشتغل بيم. تمام، فترجع دلوقتي للشركه نفسها او للملك نفسه. جدوى ان انا اشتغل، تمام، ايه جدوى ان انا اشتغل بيم في نص مشروع مثلا او في تلت الاولاني من المشروع، ان انا اشتغل في نص المشروع ادخل البيم، هل ده صح غلط يعني؟ طيب بص، هو مش البيم بس، يعني عندك البيم وعندك الاستدامه وعندك البيت وعندك اداره المشاريع، كل الحاجات دي المفروض بتبدا في اول مشروع. تمام، انما لو هو الراجل طلبها مني في نص المشروع بقول له انت خسرت كتير. تمام، وفي فتره من فترات بقول له لا، الاحسن ما تعملهاش بيم. يعني في بعض الناس بتيجي تقول لي احنا عايزين البيم دوت عشان الاسبكت او عشان هو خلاص عمل 90% من الشغل كاد ونص 10% خلاص كملها. تمام، انما في بعض الاوقات اقول له والله تعالى نقارن تكلفه البيم، هتكلفني مثلا 100 ريال، طب هيوفر لي قد ايه؟ لو مش هيوفر لي ال 100 ريال انا مش هنصب عليكم مش هعملها لك. انا في ناس جات لي قالت لي عندي مشاريع كتير عايزه تعملها بيم، لمجرد ان انا اقول ان الشركه بتاعتي عامله بيم عملناه خلاص. تمام، يعني هو المبنى خلصان اصلا، هو عايز بس يحوله بقى من كاد لبيم عشان يقول الشركه بتاعته عامله بيم. مثلا اقول لك حاجه، اسمع معايا كده ان شاء الله العسل وبتاعك. طيب لو احنا بنتكلم على ايه؟ الاستدامه. انا دلوقتي لو جيت نص المشروع وقلت له هطبق الاستدامه، الغي الماتيريال اللي انت اشتريتها ونشتري ماتيريال جديده، طب ما دي تكلفه. انما لو من اول مشروع قال لك خلاص هي الماتيريال اللي هتناسبني مثلا اكس، خلاص اشتريت من اول مشروع. انما لما اشتري واي وارميها واجيب ماتيريال ثانيه، لا، هيكون الافضل ان انا اكمل الشغل بتاعي. تمام، فهي الفكره كلها البيم من اول مشروع هيكون اكتر. طب في نص المشروع لو انت محتاجه الفاسيلتي مانجمنت، خش اشتغل. انما انت كده نفس تكلفه البيم من اول مشروع هي نفس تكلفتها من نص المشروع هي تكلفه اخر مشروع. تمام، من اول مشروع نبدا ندرس بقى. ايوه اسمح لك، ايوه شو صح، انت بتعرفي الدوله. اي سؤال؟ استاذ عمر، ايوه اتفضل. جزاك الله كل خير ومتشكرين جدا. اهلا استاذ المعلومات القيمه دي. استاذ عادل، الف شكر يا فندم، وجزاك الله كل خير. الله علما وايمانا. الله يكرمك. بس انا بقى في عندي نقطتين يا فندم. دلوقتي حضرتك بالنسبه يعني في مصر بالذات في بعض المشروعات بمجرد وهي فكره بتسند بامر مباشر لشركه معينه، صحيح، ما بيكونش عندي كل ديزاين، ما بيكونش عندي كل الرسومات اوتوكاد ولا الديتيلز، فصعب جدا ان انا اطبق البيم من الدي 1 عشان ادخل كل الرسومات ديت على البيم. دي نقطه. تمام، ف النقطه الثانيه بس كنت عاوز اعرف راوند فيجر كده، تكلفه تطبيق البيم على المشروع بتبقى كام في الميه من قيمه المشروع؟ هي المفروض تكلفه البيم بتكون قد تكلفه الكاد لو انت طالب نفس الحاجات بتاعت الكاد، انما لو انت طالب حاجه ازيد بتبقى ازيد. يعني مثلا ايه، انت عايز نفس الشغل بتاع الكاد، شوب دروينج وديزاين، هو نفس التكلفه. لو عايز حاجه اضافيه اكتر بيبقى التكلفه زياده، تقريبا مثلا 1% من تكلفه المشروع كشغل ديزاين وشوب درون حسب حاجه المشروع، من 1-2%. لا بس انا عاوز المميزات بتاعت البيم، ما هو لو زي البيم ما هي بقى الفكره فقط.